سلايد اناليسيس بتاعها حته ايه، هو اكشلي هي كلها تقريبا ابلاي. فمهم ان احنا نعرف ان اليوريتر لما بيخش البلفس كويس ان فرونت اوف ذا سيكو ايليك جوينت، يعني قدام السيكو ايليك جوينت هنا كويس على البايفركيشن بتاع الفاميلي ايليك ارتري. فكتير لما بنيجي نعوز نعمل ايدنتيفيكيشن لليوريتر بالذات لو عمليه فيها مثلا تيومر كبير او ماس كبير او كده، بنبقى عايزين ايدنتيفاي اليوريتر عشان ما يتعورش مننا. اوكي، مش روتين ان احنا نعمل ايدنتيفيكيشن، بس في اوقات بنبقى محتاجين ان احنا نعمل ايدنتيفيكيشن لليوريتر عشان ما يحصلوش انجري، عشان نبعده عن الفيلد بتاعنا السيرجيكال فيلد بتاعنا، فبالتالي ما يحصلوش انجري. هو بيعدي ان فرونت اوف سيكرو ايليك جوينت على الناحيتين وفي فرونت اوف ذا بايفركيشن اوف ذا كامن ايليك ارتري. فهو دي الحته بتاعت الكريتون اللي بروح شايلينها قصينها، لانه ريترو كريتونيال ستراكشر اليوريتر خلاص، يعني الكدني ريترو كريتونيال وبينزل منها اليوريتر برضه ريترو كريتونيال. فبنفتح الكريتونيال اباف ذا بايفركيشن اوف ذا كامن ايليك ارتري كويس عشان نشوف اليوريتر وهو نازل، يعني ان فرونت اوف ذا بايفركيشن كده هيبقى فيه الباسج اوف ذا يوريتر. فبنروح فاتحين البيريتون هنلاقي اليوريتر. ازاي نايدنتيفاي اليوريتر؟ بيبقى ليه بيريستالتيك موفمنت، يعني انت لو جيت تعمل له ستيميليشن كده هتلاقي فيه بيريستالتيك موفمنت فيه. فعشان كده بنعرف اليوريتر من الباسلز. ما احنا هنا راسمينهم بالوان في الجسم، الانسان مش هتلاقيهم ملونين كده، فانت هتلاقي كلهم حاجات كده زي يعني بالظبط لونجيتيونال ستراكشر. طب مين اليوريتر ومين الباسلز؟ ما انت لازم تايدنتيفاي ذم. ماشي، طبعا بالاناتومي ان هو اليوريتر ان فرونت اوف ات كروسز بايفركيشن بالاناتومي، بلس ان هو لو جيت تعمل له ستيميليشن كده بتلاقي ان هو ليه بيريستالتيك موفمنت. اوكي، فهو اول حاجه بيانتر ذا بلفس فيلد ان فرونت اوف ذا سيكرو ايليك جوين فرونت اوف ذا بايفركيشن اوف ذا كومن ايليك ارتري، وبعدين بعد كده هينزل عند الاسكيال سباينز وهي كروس ميديالي عشان يخش جوه البلادر. اوكي، اليوريتر بيخش جوه البلادر، في الحته دي بيباس في البرود ليجمنت في اللور اند اوف ذا برود ليجمنت كويس، وليه ريليشن مشهوره قوي اللي على طول دايما بنتكلم عليها مع الفاجينا لاترال تو ذا فاجينا او لاترال تو ذا ازمس اوف ذا سيرفكس كويس، اللي هو بيعدي 1 سنتيمتر لاترال تو ذا فاجينا اون ايذر سايد او 2.5 سنتيمتر لاترال تو ذا ازمس او ذا سيرفكس خلاص، ده على الناحيتين وبيباس بيلو اليوتراين ارتري. حتى دايما بنقول ووتر اندر ذا بريدج لان هو بيباس بيلو ذا يوتراين ارتري. فهي دي الاماكن المهمه بتاعته اللي احنا لازم نعمل له ايدنتيفيكيشن فيها عشان واحنا بنيجي نربط نلاجيت البادكلز بتاعتنا سواء عند الانفانديبلو بالفيك. الانفانديبلو بالفيك يعني اللي هو ما بين ايه وايه؟ الاوفري واللاترال بالفيك وول بالظبط كده، ما نعملش انجري لليوريتر. بلس لما نيجي نربط برده اليوتراين ارتري بنعمل ديسكشن بلادر داونورد عشان ينزل اليوريتر تحت داونورد معاها، فما نعملش انجري لليوريتر. فهو هي دي الاماكن اللي ممكن يحصل فيها انجر لليوريتر. وطبعا بعد ما بعمل الهستيركتومي، انا خلصت قصه اليوتراين ارتري دي، وانا بعمل الهستيركتومي بعد ما بخلصه وانا بخيط البولت بتاع الفاجينا ممكن يحصل انجر لليوريتر لو ما كنتش انا عامله له ديسكشن من قبل كده ومنزلاه مع البلد. اوكي، فهي دي الاماكن اللي ممكن يحصل فيها انجر لليوريتر، ولازم ناخد بالنا during surgical procedure whatever surgical procedure اللي انا بعمله ده، حاجه للاوفري، حاجه فايبرويد، يوترس هستيركتومي، whatever. يبقى المهم ان انا اعرف بيخش البلفس فين، بيخش شيء ان فرونت اوف ذا سيكرو ايليك جوينت ان فرونت اوف ذا بايفركيشن اوف ذا كومن ايليك ارتري، وبعدين يكروس ميديالي من عند الاسكيال سباين عشان يبقى 1 سنتيمتر لاترال تو ذا لاترال فاجينا الفورنكس او 2.5 سنتيمتر لاترال تو ذا سيرفكس. اوكي، وبعدين هو بيباس فين هنا؟ اندر ذا يوتراين ارتري ووتر اندر ذا بريدج، وبيبقى في اللور اند اوف ذا برود ليجمنت. البرود ليجمنت ده بيباس بيكروس في اللور اند اوف ذا برود ليجمنت. فعشان كده لما نتكلم دلوقتي على الكونتنس بتاعت البرود ليجمنت هيبقى اليوريتر واليوتراين ارتري موجودين في الكونتنس دي. اوكي، وبعد كده هيروح داخل البلادر، يعني هيباس بقى انتيريرلي وفورورد عشان ميديالي وفورورد عشان يخش جوه البلادر. الحتت اللي ممكن يبقى انجورد فيها لو ما بنعمل لايجيشن للانفانتيبلو بالبيك ليجمنت واليوتراين ارتري ودورينج كلوجر اوف ذا فاجينال. اوكي، ده الحته بتاعت اليوريتر او البالبيك بارت اوف ذا يوريتر. وطبعا اليوريتر طول ما هو نازل كده بياخد بلاد سبلاي من الحاجات اللي حواليه، يعني هياخد من اليوتراين ارتري وهياخد من الفاجينال ارتري، هياخد من الميدل سيكرال، يعني هياخد والسبيرو فيزايكل في الرجاله، يعني هياخد من كل الحتت دي. فعشان يحصل له ايفاسكولار نيكروزس يعني لازم نقطع كل البلاد سبلاي او كل البلاد فيسلز دي، ودي حاجه يعني انك تعمل بقى دايثيرمايزنج او انك انت تدنيود كل البلاد سبلاي بتاعه، فدي حاجه فيري ديفكت ان هو يحصل له ايفاسكولار نيكروزس. وبرده ممكن انه يحصل فيستولا لو حصل انجري وانا خيطته في حاجه ثانيه زي مثلا في اليوترس او في
في الفاجينا او كده، فممكن يحصل الفيستولا زي الفيستولا اللي هو الفاجينال والفيستولا اللي احنا خدناها في الشهر الجاي. فده الحته بتاعه الابلايد اناتومي بتاعه اللي مهم تبقوا انتوا عارفينه. في سؤال في اليونيتري يا دكاتره اللي هو البالبيك بور لان في التايم انت بتكاتي بلاد سبلاي خالص، فعشان كده ممكن ان هو يحصل فاسكولار نيكروز بتعملي سيفير ديستكشن لليونيتري. عندنا ليجامنتس، احنا امبارح اتكلمنا على بعض الليجامنتس لما اتكلمنا على السيرفكس وقلنا انتيريور اللي فيه الكيوبو سيرفايكال بوستيرور اللي فيه ايه اليوترو سيكرال ولاترالي اللي بيفان ده اللي هو بالظبط الماكن رود او اللاترال كاردينال ليجامنت، ودول السيرفايكال ليجامنتس اللي هم فعلا يعتبروا سترونج، ودول اللي بيكيب الاورجنز ان بليس. اني اورجنز اللي هو السيرفكس باليوترس والفاجينا، خلاص فهم دول اللي بيكيب الاورجنز ان بليس. لكن عندنا ليجامنتس ثانيه وظيفتها مش بقت منتين الاورجنز ان بليس قد ما هي بيباس فيها امبورتنت ستراكشر او بيباس فيها البلاد سبلاي، لان دايما الليجامنتس بيباس فيها البلاد سبلاي زي ايه؟ زي برود ليجامنت وزي الاوفيريان ليجامنت كويس والراوند ليجامنت، دول بيباس فيهم بلاد سبلاي او بيباس فيهم بلاد باسز. من اشهر الاسئله اللي دايما بتجيلنا اللي هو الكونتنتس بتاعه البرود ليجامنت. اوكي البرود ليجامنت ده بيبقى من اللاترال اند اوف ذا يوترس على الناحيتين وبيفان لللاترال بيلفيك وول، يعني هو بيبتدي من اللاترال اند اوف ذا يوترس لحد اللاترال بيلفيك وول. ايه الحاجات اللي بتعدي فيه؟ في امبورتنت ستراكشر بيعدي في الابر بارت اللي هو ايه؟ فالوبيان تيوب بالظبط، وفي اللور بارت امبورتنت ستراكشرز بالظبط اليوريتر واليوتراين ارتري والريليشن بتاعتهم اللي هو اليوريتر تحت اليوتراين ارتري دول تحت كويس، يبقى في امبورتنت ستراكشر فوق اللي هو الفالوبيان تيوب، تو امبورتنت ستراكشرز تحت اللي هم اليوريتر واليوتراين ارتري كويس. وفي بعض الحاجات رامننس اوف ذا امبريولوجي، بعض الرامننس بتاعه الامبريولوجي اللي هتبقى موجوده برده في البرود ليجمنت، منها الجارتنرز داكت الابوفرين الباراوفرين، يعني دي كلها حاجات رامننس اوف ذا امبريولوجي، واكتشوالي هي رامننت اوف ذا وولفيان داكت. عارفين ان ايه اللي بيعمل الفيميل بانهي دكت هي اللي بتكبر الموليريا دكت، والولفيان بيحصل لها ايه؟ اتروفي. بس بيحصل بيفضل رامننس للولفيان دكت، دي الرامننس بتاعه الولفيان دكت اللي هتبقى موجوده في الفيميل هي الجارتنرز دكت كويس. والجارتنرز دي سمعنا عنها فين قبل كده؟ سيس في الفاجينا في الانترو لاترال فاجينال وول. ممكن انا بعمل فاجينال اكزامينشن لما خدنا السوالينج بتاعه الفالفا والفاجينا، الجارتنر دي ممكن تبقى سيست او سوالينج، واتس بناين سوالينج ما فيهاش اي مشكله خالص، بس ممكن ياكيوميليت فلويد فيها فعشان كده تعمل سيست، لان هي اساسا داكت وممكن تعمل سيست لو حصل اكيوميليشن اوف فلويد انسايد ات. فالجارتنر دي واحده منهم، الجارتنر دي بتبقى موجوده في ال one of the contents of the broad ligament وبتباس lateral to the uterus وبعدين تنزل تحت انترو lateral to the vagina، فدي one of the remnants of the wolfian duct و one of the contents of the broad ligament. ايه كمان عندنا؟ حاجة اسمها cyst of Morgagni، سمعتوا عنها؟ واحنا بنتكلم على الفالوبيان تيوب ممكن يبقى فيه سيست كده اتاتش للفالوبيان تيوب اسمها سيست اوف مورجاجني، وبرده دي حاجه يعني كل دول على فكره بناين، دول الامبريولوجيكال رامننس يعني ولا حاجه، يعني ما يقلقناش بس عشان تبقوا عارفين انه لما تشوفوهم ما تستغربوش، لان دول امبريولوجيكال رامننس ما لهمش اي سيجنيفيكانت وما بيعملوش اي مشكله، بس دول وان اوف ذا امبريولوجيكال رامننس سواء كانت البارتنرز داكت او السيست اوف مورجاجني او قلنا حاجه اسمها ايبو اوفرين وبارا اوفرين، دول ريليتد للاوفريز، واحد منهم ريليتد للاوفري ما بين الاوفري والتيوب وما بين الاوفري واليوترس. اوكي يعني ايبو اوفرين اوفرين يعني اوفري، فهم ريليتد للاوفري يا اما فوقه كويس الايبو اوفرين اللي هو بينه وبين الفالوبيان تيوب، يا اما بارا يعني ما بينه وما بين اليوترس لان هو جنبه خلاص. فدول الدكتس او دول الرامننس اللي ممكن نبقى نلاقيهم موجودين في البرود ليجمنت. فالانبو طبعا ما تكتبليش بقى الكلام ده من غير ما تكتب لي اليوريتر واليوتراين ارتري، يعني الاهم طبعا لان الاهم الكونتنتس بتاعه البرود ليجمنت هما الفالوبيان تيوب اللي موجوده فوق كويس، وبعدين بيبقى عندي تحت اليوريتر واليوتراين ارتري، ودول بقى رامننس اوف ذا وولفيان داكت زي ايه؟ زي الحاجات دي. اوكي فدي الكونتنتس اوف ذا برود ليجمنت. او لو سؤال اللي هو رامننس اوف ذا وولفيان داكت اللي ممكن ان احنا نلاقيهم في الفيميلز، فهم دول الرامننس اللي ممكن يبقوا موجودين في الفيميلز.
نفس القصه برضو بتبقوا بعض الرمنز الكوبلنز تبيوت دي بتبقى موجوده في البرود ليجمنت برضو سيم از بارتنر ساكتو ومواجبنا. في سؤال يا دكاتره فيهم؟ الليمفاتكس برضو ممكن الاوبيريان الاوبيريان الراوند ليجمنت. الراوند ليجمنت اتس نوت وان اوف ذا كونتنت هو بيباس انتيريور هو بيباس انتيريور دي اللي ال 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 البرود انتيريور البرود ليجمنت هو مش وان اوف ذا كونتنت اوف ذا برود ليجمنت هو الراوند ليجمنت ده بيباس انتيريور وبعدين بعد كده احنا عندنا الاوبيريان اللي هو بيبقى بوستيريور. اوكي فالراوند ليجمنت بيبقى فيه ارتري اسمه ايه؟ سامسون ارتري بالظبط كده. الراوند ليجمنت بيبقى فيه سامسون ارتري يبقى الثلاثه ليجمنتس اللي ريليتد لليوترس عندنا بس هما مش بيشيروا قوي في كيبنج ات ان بليس بمعنى ان هما لو مش هما الاساس بتاع البرولابس. البرولابس لو حصل ويكنس في الليجمنت بتاع السيرفايكال ليجمنت خلاص اللي هما البيوبو سيرفايكال واليوترو سيكرال والماكن رادز ليجمنت لكن دول بيبقوا السايد بتاع البلاد فيسلز او بلاد سبلاي. فالراوند ليجمنت بيمشي فيه اللي هو انتيرور من اليوترس بيباس فين من اليوترس لفين بالظبط الليبيا ميجورا ثرو ذا انجواينال كانال فهو ده من اول الكورنيو اوف ذا يوترس انتيريرلي ثرو ذا انجواينال كانال لحد ما يوصل للليبيا ميجورا وبيمشي فيه سامسون ارتري ده الراوند ليجمنت. وبعدين عندي الاوفيريان ليجمنت اللي هو بوستيرير تو ذا يوترس ما بين اليوترس وما بين الاوفري بيباس فيه الاوفيريان فيسلز. وبعدين بعد كده عندي البرود ليجمنت اللي هو لاترال من لاترال وول اوف ذا يوترس للاترال بيلفيك وول بيباس فيه الفالوبيان تيوب اباف واليوتروبيوتراين ارتري بيلو والرامنتس اوف ذا وول كاندكت. اوكي دول الليجمنتس بتاعتنا سواء الثلاثه اللي هو بيباس فيه امبورتنت ستراكشر او بلاد فيسلز والثلاثه التانيين اللي هم بيعملوا بروبر اتاتشمنت وبيمنعوا انه يحصل بروبلمز. خلاص طيب هدينا الديفلوبمنت لان هو ده الاساسي بتاع المرض اللي هو الديفلوبمنت. في سؤال يا جماعه في الاناتومي اهم حاجه في الاناتومي الكونتاكس بتاعت البرود ليجمنت مهم قوي كويس اليوريتر والابلايد اناتومي بتاعه ده مهم جدا ماشي والباك فلور انا هقول عليه مش موجوده فال والسيرفايكال ليجمنتس الليجمنتس والكونتاكس بتاعت الليجمنتس اللي هي مش بتاعه الاتاتشمنت. طيب عندنا حاجه ثانيه اسمها البلفيك فلور. ايه هو البلفيك فلور؟ البلفيك فلور ده الحته اللي هي موجوده تحت عندنا اللي هو لما كنا بنشرح في الابيزيوتومي قلنا طب لما نيجي نخيط او نقص الابيزيوتومي من بره لجوه بنقص في ايه خلاص فهي الحته بتاعه البلفيك فلور اللي هي الحته اللي تحت من اول البريتون اوف ذا دوجلاس باوتش يعني اي حاجه تحت البريتونيوم اوف ذا دوجلاس باوتش دي بنعتبرها بلفيك فلور. اوكي يبقى هنبتدي فيها من فوق لتحت بالبريتونيوم اوف ذا دوجلاس باوتش وبعدين بعديها في اكسترا بيريتونيال فالف ده عادي اكسترا بيريتونيال لان هو بره البيريتون. اوكي وبعدين بعد كده هنلاقي ماسلز انهي ماسلز اللي هتقابلنا الديب بيرينيال ماسلز وبعدين السوبرفيشال بيرينيال ماسل. الديب بيرينيال ماسلز المين بلفيك فلور او ديب بيرينيال اللي هي الليفنتور اناي بالظبط كده وبعدين بعد كده السوبرفيشال بيرينيال ماسلز تو بي فولود باي الفات والسكن. اوكي ده الستراكشرز اللي هي موجوده في البلفيك فلور او البلفيك فلور ستراكشرز من اول البيريتون بتاع دوجلاس باوتش وبعدين الاكسترا بيريتونيال فات وبعدين بعد كده بنلاقي الديب بيرينيال ماسلز اللي هي الليفيتور اناي ماسل وبعدين بعد كده السوبرفيشال بيرينيال ماسلز وبعد كده الفاشيا او الفات والسكن ده من جوه لبره. في حاجه اسمها بيرينيال بادي. البيرينيال بادي ده موجود فين؟ موجود ما بين انتيريور لي ايه وبوستيريور لي ايه؟ لور بارت اوف فاجينا. انتيريور اللي هو اللور انتيريور لور اند. لا لا مش عايزه دي. ورا من الكنال. او صوره خالص. او صوره الانا. البرينيال بادي اللي هو الحته دي يا دكاتره. اللي هي موجوده فين؟ ما بين اللور اند اوف ذا فاجينا كويس والايدر كانال بوستيريور، الايدر كانال بوستيريور واللور اند اوف ذا فاجينا وهو تريانجلر ان شيب. البرينيال بادي ده بيبقى تريانجلر ان شيب فايبروماسكولر تيشو، فايبروماسكولر تيشو او فايبروماسكولر ستراكشر خلاص ما بين البوستيريور فاجينا وول انتيريور وما بين الانر كانال بوستيريور وبعدين فوق بيبقى على شكل بيراميد كده
والمفروض ان هو اللانث بتاع البرينيوم ده قد ايه بره من بره بقى وانا وست في اللايسيتوم بوزيشن 5 سنتيمتر. لو اقل من كده بنقول عليه ديفيشنت برينيوم. امتى يبقى عندي ديفيشنت برينيوم؟ لو الست دي كانت ولدت قبل كده كذا مره فاجينال ديليفري، يعني هيبقى في وايدنينج في الفاجينال اوبننج على حساب البرينيوم، بالذات لو كانت هي يعني حصل لها تير او ميديا تير وما حصلوش ان هو اتخيطت او كده، يعني لو كانت والده بدايه او يعني في البيت او الكلام ده، يبقى بتلاقوا ان هو بيحصل وايدنينج في الاوبننج اوف ذا فاجينا على حساب البرينيوم، فيبقى حاجه اسمها ديفيشنت برينيوم. يعني ايه ديفيشنت برينيوم؟ يعني اللينث بتاع البرينيوم ده اقل من 5 سم. ممكن يعمل لها مشكله، بيعمل لها ممكن مشكله في دورينج سيكشوال انتركورس، بتحس ان هي شيز وايد او جوزها بيحس ان هي شيز وايد، فدول اللي بييجوا بيبقوا عايزين يعمل لهم برينيورافي. برينيورافي يعني ريبير للبرينيوم، اوكي؟ ما بيبقاش عندها على فكره ريكتوسيل. ليه؟ لان هو ده في الحته التحتانيه خالص، الريكتوسيل يعني الميدل بارت هو اللي انفولد، لان الميدل بارت هو اللي بينفولد، فعشان كده بيحصل برولابس البوستيريو فاجينال وول مع الحته اللي ريليتد ليه اللي هو الميدل ريكتوم، لان احنا قلنا الفاجينا بوستيريو البوستيريو وول اوف ذا فاجينا، الحته اللي فوق الابر بارت ريليتد لايه؟ الدبل سباوش، ولو فيها انتستن يبقى انتيرو سيل، الميدل بارت الريكتوم، فلو حصل برولابس هو ده اللي يعمل لك ريكتو سيل. طب امال اللور بارت لو حصل برولابس ليه؟ بالظبط كده، هو بس اللور بارت اللي هو هيبقى عندي ديفيشنت برينيا كويس، فلو حصل برولابس انت ما بتعملش بقى يعني ريبير للريكتوسيل، لان ما عندكش ريكتوسيل اصلا، انت بس بتعمل بوستيريور برينيورافي. برينيورافي يعني رافي او ريبير للبرينيا، اوكي؟ وبيعمل لها سكشوال ترابلز، يعني ما بيبقاش عندها ريكتال سيمبتومز او ريكتال مانيفستيشن، هي بس بيبقى عندها سكشوال ترابلز. فده لو عندنا برولابس في الحته دي، يعني ده الحته بتاعت البرينيا اللي هو فايبروماسكولار ستراكشر وموجود فيه ما بين ايه وايه، والابلايد اناتومي بتاعه ان هو لو مع ريبيت تشايلد بيرث الفاجينال ديليفريز ممكن يحصل ويكنس في البرينيم، او يبقى عندي حاجه اسمها ديفيشنت برينيا فيحصل برولابس في الحته دي، ونبقى محتاجين ان احنا نعمل له ريبير لو العينه بالسيمتوماتايز. الريبير ده هيبقى ازاي؟ ان احنا نعمل بوستيريو برينيا. اوكي، في سؤال يا دكاتره؟ في ثلاثه يعني لان هو ستراكشر عمره ما بيبقى بلاستيك، يعني ابليزيا او اتريزيا في البرينيوم ما بيحصلش ان هو يبقى ابليزيا او اتريزيا. في ماسلز بقى اللي هم الاسكيو كافرنوزس، ودول ماسلز بتاعه البرينيال، البرينيال ماسلز اسكيو كافرنوزس واليو كافرنوزس دول بقى بيبقوا الاسكيو كافرنوزس واليو كافرنوزس والبايبو كافرنوزس، دول موجودين بيطلعوا منين لمنين؟ وبرده الاكسيو دول الكافرنوزس يا دكاتره بيبقوا ريليتد للليبيا ميجورا، ودول بيبقى وظيفتهم ان هو بيبقوا كانجستد ديورنج السكشوال انتركورس، فبالتالي بيزودوا من البلاد سبلاي للمنطقه دي وبيساعدوا على الريليف افتر سكشوال اكسايت. طب وبعدين في ماسلز ثانيه اللي هي الكوكسيجيس اللي هم ريليتد للكوبسس، اسمهم ايه؟ ثلاثه برده، اسكيو كوكسيجيس واليو كوكسيجيس وبيبو كوكسيجيس، بيجوا منين لفين؟ اسكيو كوكسيجيس كلهم من اساميهم على فكره، والاناتومي الحلو فيه ان هو اسمه بيقول لك الاوريجن والانسرشن بتاع كل حاجه. اسكيو كوكسيجيس هتبقى منين لفين؟ الاسكيال سباين، بالظبط من الاسكيال سباين اللي هو ده لحد الكوكسيكس، بالظبط اسكيو كوكسيجيس اللي هو من الاسكيال سباين للكوكسيكس، اوكي؟ طب امال الاليو كوكسيجيس؟ من الاليو بكتينيال لاين اللي هو الوايت لاين اللي بنسميه الوايت لاين ليه؟ اسمها ايه؟ الكوكسيجيس. الكوكسيكس برضو الكوكسيكس برضو. طب والبيوبو كوكسيجيس؟ من البيوبو كريمس، بالظبط كده، من البيوبو كريمس كويس لحد الكوكسيكس. البيوبو كوكسيجيس دي بقى نفسها بيحصل لها ديكاستيشن حوالين الاوبننج او الستراكشرز اللونجيتيونال ستراكشرز اللي بتنزل، اللي هو ايه؟ احنا عندنا ايه الستراكشرز اللي موجوده في الفيميل من قدام لورا؟ اليوريترا وبعدين الفاجينا وبعدين الريكتم والانال كانال، خلاص؟ فاحنا عندنا دول الثلاثة ستراكشرز اللونجيتيونال ستراكشرز، اللي هو لما بتيجي البيوبو كوكسيجيس توصل بتلاقي ان فيها ثلاثة ستراكشر، فلازم تلف من حواليها، خلاص؟ فبيحصل لها ديكاستيشن، بتلف من حوالين هذه الثلاثة ستراكشرز اللي موجودة من قدام لورا، اللي هو قدام اليوريثرا وبعدين عندنا الفاجينا وبعدين بعد كده عندنا الريكتم والانال كانال، فبالتالي بينتج عن البيوبو كوكسيجيس دي ان هي اللي بتتقسم الى أول حاجة اللي حوالين اليوريثرا هيبقى اسمها ايه؟ بيوبو يوريثراليس، بالظبط كده، لانها بيوبو يوريثراليس حوالين اليوريثرا، وبعدين بعد كده اللي حوالين الفاجينا بيوبو فاجينالس، واللي حوالين الريكتوم بيوبو ريكتاليس، بالظبط. فهو احنا كده عندنا ثلاثه ماسلز بتاعه البرينيه، اللي هو الاسكيو
كوكسيجيرس اللي هي من الاسكيال سباين للكوكسيس، وبعدين الاليو كوكسيجيرس اللي هي من الالياك الاليوبيتنيال لاين اللي هو الوايت لاين للكوكسيس، وبعدين عندنا من قدام اللي هو من الريمس للبيوبيك ريمس اللي هو بيوبو كوكسيجيرس. والبيوبو كوكسيجيرس دي نفسها هتباس من قدام لورا، فمن قدام لورا ما تنفعش تعدي كده كل من قدام لورا، لان هتلاقي فيه ثلاثه لونجيتودينال ستراكشرز هيكروسوا البيوبو كوكسيجيرس فهتلف من حواليهم. فعشان كده هم مهمين ان هم يمنتين الاورجنز دي ان بليس، ولو حصل لهم ويكنس في البلفيك فلور ماسلز هو ده اللي بينتج عنه البرولابس. فالبيوبو كوكسيجيرس دي هتلف حوالين الانتيرو بارت بتاعها، هيلف حوالين اليوريثرا يعمل لي البيوبو يوريثرالس، وبعدين الميدل بارت اللي هو حوالين الفاجينا يعمل لي بيوبو فاجينالس، والبوستيريور بارت اللي هو حوالين الريكتم بيوبو ريكتالس. ماشي، كل دول بارتس اوف ذا بيوبو كوكسيجيرس ماسل. يبقى الثلاثه فرينيال ماسلز عندنا هما الاسكيو كوكسيجيرس والاليو كوكسيجيرس والبيوبو كوكسيجيرس. في سؤال فيهم يا دكاتره؟ بارت ماشي، هما دول بالفيك فلور اللي هو الديب فرينيال ماسلز اللي بيعملوا لي البالفيك فلور وبيعملوا لي سبورت للبالفيك فلور بتاعي. في سؤال يا جماعه في البالفيك فلور؟ كيجلز اكسرسايز يعني ايه كيجلز اكسرسايز؟ ان هو بنحط ويت بيرنج ستراكشرز في الفاجينا، او حتى من غير ما نحط ويت بيرنج هي هتعمل انها سترانسني اكنه في حاجه في الفاجينا وهي شي از كونتراكتنج ذا فاجينال وول تو كيب ذيس ثينج ان بليس. خلاص، فهو ده اللي بيسترانسن البلفيك فلور ماسلز. يعني دي من ضمن الاكسرسايزز اللي بترانسن البلفيك فلور ماسلز، زي اكنها مثلا داخله الحمام فور يورينيشن او ديفيكيشن وبتحاول انها تكونتراكت الماسلز، فده اللي بيعمل كونتراكشن او سترينثنينج للماسلز بتاعه البرينيال. اوكي، فدي من ضمن الاكسرسايزز اللي انت بتقولها للست بعد الولاده عشان تسترينثن الماسل بعد ما حصل لها ويكنس مع الريلاكسيشن هرمونز الريلاكسينج هرمونز ومع الولاده والبيرنج داون. فلازم تعمل الاكسرسايزز دي عشان نوت تو بريديسبوز هير ماسلز تو برولابس. مش هولد البلادر، مش انك انت بتعملي انك انت تبقي عايزه تروحي التواليت وبعدين تفضلي مثلا، لا اتس كونتراكتنج ذا ماسل از اف ذير ار يورين انسايد، او از اف يو دونت وانت تو جو تو ذا تواليت وايل يو ار هافينج يورين. يعني هولدنج هير سيلف، يعني اس ذا بيشنت تو هولد هير سيلف whether to hold micturition or to hold defecation or as if something in the vagina and she is trying to hold it. خلاص، holding and relaxing، holding and relaxing زي ما بتعملي اي muscles في البطن انك انت بتعمليها contraction and relaxation، contraction and relaxation it will strengthen the muscles. نفس القصه نفس الفكره بالظبط في المسلز بتاعه اللي حوالين اليوريثرا او حوالين الريكتوم عشان نعمل لها ستريس. اوكي، يعني holding and relaxing. في سؤال يا جماعه في الاناتومي؟ لا، دي حاجه دي بتبقى بس عشان لما تقروا اساميهم، دي مش من ضمن الفالفيك فلور ماسلز، بس عشان تبقوا عارفين ان في ماسلز كده اللي هي ايكويفالنت برده بالنسبه للميلز بتبقى وظيفتها بس ان هم بتبقى كونجستد ديورنج ويركتايل تيشوز ويركتايل تيشوز بس ديورنج سيكشوال اكسايتمنت. اوكي، لكن اللي هي بتعمل لنا سترانسنج او بتعمل لنا الفالفيك فلور ماسلز اللي هي الماسلز دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي بارت اوف ذا ليبيتور انايموس. يا جماعة سؤال في البرينية؟ هي it will cause problem with urinary tract infection. كويس، وممكن يحصل pressure على ال internal sphincter. كويس، فيحصل weakness لل sphincter. اوكي، فيعني يعني دي totally is a different issue اللي احنا بنتكلم عليه how to strengthen the muscle. This will not strengthen the muscle. لا، انت عامله بريشر على المسل دي كويس، فبالتالي ممكن يحصل ويكنس في هذه المسل. ده نمبر 1. نمبر 2 طبعا اليورين اللي هو هيبقى ستاجننت لفتره ممكن يحصل بكتيريا بروليفريشن فبالتالي يعمل لك انفكشن بعد كده. اوكي، في سؤال يا جماعه في الاناتومي؟ الاناتومي بتاع الفرد سهل مش صعب يعني. طيب، ايه بقى فين الديفلوبمنت؟ على فكره في الديفلوبمنت بقى احنا عندنا سورت ترمينولوجيز كده هي اللي تبقوا عارفينها، والامبريولوجي بتاع الفالفس مش صعب خالص. الاوفرز بتطلع من الستراكشرز اللي احنا وصفناهم واتكلمنا عليهم من فوق لتحت، هنتكلم على كل واحده الامبريولوجي بتاعها. الاوفرز بيطلعوا من ايه؟ بالظبط. Thank you.
طيب بعد الاوفريز عندنا ايه؟ فالوبيان تيوب. كل دول بقى يعني عندنا فالوبيان تيوب ويوترس سيرفكس وسيرفكس وابر فاجينا وابر فاجينا. دول بيطلعوا منين؟ مولاريان. بالظبط من المولاريان ده. طب الولفين ده بيطلع منها ايه؟ يبقى فورون وبروفورون. بالظبط رامنس، لان دي بتاتروفي، دي بتاتروفي فبيبقى ليها رامنس، والرامنس اللي احنا اتكلمنا عليها. اوكي تحت اللي احنا وصلنا لحد الابر فاجينا. بعد كده عندنا اللور فاجينا بتطلع من ايه؟ يوروجينتال ساينس. بالظبط يوروجينتال ساينس. عندنا بعد كده يا دكاتره الفالفا، الفالفا ستراكشرز بتاعتنا اللي هو الكليتوريس والليبيا ميجورا والليبيا ماينورا، هما دول اللي فاضلين لنا. فاضلين الكليتوريس سبايس والليبيا ميجورا اللي هو على الاوتر بارت والليبيا ماينورا اللي هي الانر. فده اسمه ايه؟ جينيتال تيوبركل. لان اسمه تيوبركل فاسمه جينيتال تيوبركل. وبعدين اللي بره ده اسمه ايه؟ جينيتال سويلنج. بالظبط كده جينيتال سويلنج. واللي داخل اللي جوه شطرنج فلاش بتاع الفول. بالظبط اسمه جينيتال فول. يعني هما من اساميهم حتى. يبقى احنا الثلاثه اللي فاضل لنا تحت عندنا جينيتال تيوبركل، وبعدين عندنا الجينيتال سويلنج. لان ايه زي سويلنج؟ حتى كتير قوي لما بتتولد البنت الصغيره النيونيتال جيرل بتلاقوا ان هو الليبيا يعني سوولن قوي، وساعات بيبقوا مش عارفين اذا كان يعني ممكن يبقى ميل ولا فيميل، وميستيكن از ميل ولا فيميل، لانه بتبقى سوولن. دي اللي بتعمل لي الليبيا ميجورا. يبقى انا الجينيتال تيوبركل هيعمل لي ايه؟ الكليتوريس. والسويلنج هيعمل لي ايه؟ الليبيا ميجورا. والفول ماينور. يبقى احنا عندنا الجينيتال تيوبركل ده اللي هو اللي في النص ده هيعمل لي الكليتوريس اللي هو ايكويفالنت لايه في الميلز؟ البينس. وبعدين الجينيتال سويلنج هيعمل لي ايه في الفيميل؟ بالظبط اللي هي الليبيا سويلنج هيعمل لي الليبيا ميجورا اللي هي ايكويفالنت لايه في الميلز؟ السكروتم. والجينيتال فولد لان اتس فولد كده جوه، فده هيعمل لي ايه في الفيميلز؟ الليبيا ماينورا اللي هي ايكويفالنت لايه في الميلز؟ البينايل يوريثرا اللي هي ايكويفالنت للبينايل يوريثرا. البينايل يوريثرا بالنسبه للميلز. فهو ده كل الامبريولوجي بتاعنا. ما عندناش حاجه ثانيه على فكره، يعني لو بصيتوا في الحاجات اللي مكتوبه في الكتاب مفيش اي حاجه اكسترا عن الترمينولوجي دي. عندنا الجينيتال ريتش كويس ده اللي هيعمل لي الاوفرز كويس، والجينيتال ريتش بيعمل الاوفرز في الفيميلز. بيعمل ايه في الميلز؟ ها تستيكلز. بالظبط الايكويفالنت للاوفري في الميلز هيبقى تستيكلز. فالجينيتال ريتش ده هو اللي هيعمل لي الاوفرز بالنسبه للفيميلز، والميلز بيعمل التستيكلز. بعد كده ننزل عندنا الدكت. المين دكت بتاعت الفيميلز اللي هي المولاريان دكت، والمولاريان دكت هتعمل لي المين ستراكشرز بتاعتنا سواء الفالوبيان تيوبس او اليوترس والسيرفكس والابر بارت اوف ذا فاجينا. ده كله مولاريان دكت. طب وبالنسبه للميلز هتعمل ايه مولاريان دكت؟ مش هتتكون اصلا ولا حاجه، هتاتروفي. مش هتعمل حاجه، هتاتروفي. زي ما بالظبط الولفيان دكت هي اللي هتعمل لي بقى الباس ديفرنس والسامينال فاسيكلز وكده في الميلز، لكن في الفيميلز هتاتروفي وهتديني الرامنس اللي اتكلمنا عليها. اوكي نيجي. طب احنا وقفنا للابر فاجينا، اللور فاجينا هتتكون من مين؟ من اليورو جينيتال ساينس. وبعدين بعد كده عندي الفالفا. الفالفا اللي هي متكونه من الكليتوريس الاناتومي اللي احنا خدناه امبارح، الكليتوريس وبعدين الليبيا ميجورا والليبيا ماينورا. طب دول هيتكونوا منين؟ دول هيبقى الحته الاولانيه اللي في النص دي اللي هي جينيتال تيوبركل، ده اكس تيوبركل هيعمل لي الكليتوريس اللي هي الايكويفالنت لايه في المينز؟ للفينس. وبعدين بعد كده الجينيتال سويلنج، السويلنج هيعمل لي ايه؟ الليبيا ميجورا اللي هي ايكويفالنت لايه؟ للسكروتم. وبعد كده الجينيتال فولد هيعمل ايه؟ الليبيا ماينورا اللي هي ايكويفالنت للبينايل يوريثرا بالنسبه للناس. اوكي ده برودلي كده الديفلوبمنت بتاعنا. اوكي كل واحده فيهم طبعا ممكن يحصل ابنورماليتي في الديفلوبمنت. ده نورمال ديفلوبمنت، نورمال امبريولوجي اللي هو الجينيتال ريتش يدينا الاوفري، والمولير ده هيديني فالوبيان تيوبز ويوترس وسيرفكس وابر فاجينا، وبعدين اليورو جينيتال ساينس هيديني اللور فاجينا، والجينيتال تيوبركل كليتوريس، الجينيتال فولدز الليبيا ماينورا، والجينيتال سوينج الليبيا ميجورا. طب لو حصل لي ابنورماليتي في الديفلوبمنت بتاع اي واحده من دول هيحصل لي ابنورماليتي في الاستراكشر.
abnormality اللي تحصل ممكن اي واحده فيهم، يا اما اكليزيا يعني ما تتكونش اصلا، يا اما اتريزيا تتكون بس تبقى اتراتيك كويس يعني abnormal development فيها او تبقى صغيره كويس، او ان هي يبقى فيها اكسسوري حاجه يعني زي مثلا في الفالوبيا تيوب يبقى اكسسوري اوستيا، يبقى في جاينت ريت يبقى عندي اكسسوري اوفري كويس. وفي اليوترس هنتكلم على السبتم واذا كان فيلير اوف فيوجن. ليه فيلير اوف فيوجن؟ لان الموليريان داكت دول يا دكاتره بيبقوا اون ايزر سايد، اثنين موليريان داكت على الناحيتين، انا عندي جاينت ريتش وبعدين بعد كده لاترال لي هيبقى الولفيان داكت وبعدين لاترال للولفيان هيبقى الموليريان داكت. لو حصل ان لازم يحصل فيوجن على الناحيتين عشان يتكوني في الاخر يوترس واحد بسيرفكس واحد بفاجينا واحده، بيفضل بس الفالوبيان تيوبس هما الاثنين، هو ما بيحصلش فيوجن للفالوبيان تيوبس هما الاثنين بيفضلوا اثنين، لكن في الاخر لازم يحصل لي فيوجن للاثنين دول للاثنين موليريان مع بعض كويس عشان يكونوا لي يوترس واحد و فاجينا واحده وسيرفكس واحد. الاثنين دول لازم يفيوزوا مع بعض، الفالوبيان تيوب هما دول اللي مش هيحصل لهم فيوجن فهيفضل عندي اثنين فالوبيان تيوبس، لكن اليوترس الاثنين الموليريان داكت دول لازم هيفيوزوا مع بعض. وبعدين بالنسبه للسيرفكس نفس القصه وبالنسبه للفاجينا نفس القصه. الفاجينا فيها حاجه ثانيه كمان، لان الابر بارت من الموليريان داكت لكن اللور بارت من اليوروجينتال ساينس، فبالتالي مش بس لازم يحصل فيها لونجيتودنال فيوجن لا، وكمان الحته اللي تحت دي اليوروجينتال ساينس لازم ديفيوز مع الموليريا خلاص، فلازم يحصل لي الترانسفيرس فيوجن ده مع اللونجيتودنال فيوجن. فلو حصل لي اي ابنورماليتي من دول كويس يبقى بالتالي هيحصل ابنورماليتي في يعني هيفضل رامننت في الستراكشر ده اللي ما حصلوش فيوجن. الفيوجن بيبتدي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت بالنسبه للونجيتودنال؟ هو ايه اللي مش بيحصل له فيوجن يا دكاتره؟ الفالوبيان تيوبس. يبقى لو كان هيكمل البروسيس اوف فيوجن كانوا دول بقوا فيوز، يبقى كده الفيوجن بيحصل من ايه اللي فيه؟ بالظبط كده من تحت لفوق، خلاص؟ من تحت لفوق الفيوجن بيحصل، فبالتالي بيحصل ان الفاجينا هتبقى فيوز فتبقى سنجل فاجينا، وبعدين بعد كده السيرفكس يحصل فيوجن فيبقى سنجل سيرفكس، وبعدين بعد كده اليوتراي التو يوتراي هيحصل لهم فيوجن فيبقى سنجل يوترس، خلاص؟ لو ما حصليش حاجه من دول يبقى هيحصل لي ابنورماليتي. عشان كده بتلاقوا ان الابنورماليتيز عندنا بتاعه ان يبقى عندي دبل فاجينا فيري رير. ليه؟ الفيوجن بيحصل فيري ايرلي فبيحصل لي فيوجن اوف ذا فاجينا، وبعدين بعد كده ممكن يحصل ابنورماليتي يبقى عندي تو سيرفيسيز خلاص، او دايدلفس تو يوتراي خلاص. وبعدين بعد كده كمان التو يوتراي ده لا ممكن يبقى فيه هورن وهورن تاني يبقى هو اللي كبير. ليه؟ لان الفيوجن بيحصل لي من تحت لفوق. واخر حاجه انه يبقى عندي سبتيت يوترس او يبقى فيه سبتم صغير كده نتيجه ليه لسه الفيوجن ده ما بقاش كومبليت. اوكي؟ لكن دايما الفالوبيان تيوبس هيبقوا اثنين، فالفيوجن بتاعي اللي هو اللونجيتودنال فيوجن ده بيحصل لي من تحت لفوق اللي هو الفاجينا، وبعدين بعد كده السيرفكس، وبعدين بعد كده اليوترس، والابنورماليتيز هتنتج من لو الفيوجن ده ما كانش كومبليت. لو ما كانش كومبليتد يبقى هيبقى عندي تو فاجيني او تو سيرفيسيز او تو يوتراي دايدلفس يعني تو يوتراي كويس، او حتى يبقى عندي سبتيت يوترس اللي هو بس سبتم او حته صغيره فوق اللي ما حصلهاش فيوجن. اوكي؟ بعد ما يحصل اللونجيتودنال فيوجن ده لازم يحصل لي ترانسفيرس فيوجن مع الحته اللي تحت، يعني بعد ما كل اللونجيتودنال فيوجن ده يحصل لازم السبتم اللي في النص ده اللي ما بين اليوروجينتال ساينس والموليريان ده يحصل له كمان كاناليزيشن او فيوجن. لو ما حصلش الكلام ده هينتج عنه حاجه اسمها ايه؟ ترانسفيرس فاجينال سبتم. احنا بنتكلم على الفاجينا هنا، اوكي؟ هيبقى عندي ترانسفيرس فاجينال سبتم اللي هو ما بين الابر بارت اوف ذا فاجينا واللور بارت. ليه؟ لان الابر فاجينا دي من الموليريان داكت واللور فاجينا من اليوروجينتال ساينس، فلازم بعد كده يحصل لهم كاناليزيشن اند فيوجن، لازم ده يروح. لو ما راحش هيبقى عندي حاجه اسمها ترانسفيرس فاجينال سبتم. اوكي؟ فده اللي هو من الكوزز اوف امينوريا او كريبتو مينوريا هيدن مينوريا اللي احنا خدناه، اللي ممكن قوي تبقى منسترويتنج البنت،
لكن بتقف عند هنا وتيجي تعملها اكزامينيشن اكسترنالي تلاقي الهايمن انتكت وكل حاجه زي الفل، بس برده هي بتبقى بتشتكي من او انت بالالتراساوند هتلاقي ان عندها برده هيماتو كاربس وهيماتو ميترا وهيماتو سالبنس. ليه؟ عشان وجود الترانسفيرس فاجينال سيبتم. ده ليه الترانسفيرس فاجينال سيبتم؟ عشان فيلير اوف كانالايزيشن انفيوجن ما بين التو اوليريان داكتس بعد ما بقوا 1 اوليريان داكت وما بين اليوروجينيتال ساينس، فبالتالي الترانسفيرس فاجينال سيبتم ده منع لي الاكسبريشن اوف مينسيس. ات از فورم بس اتس نوت اكسبريس، فبالتالي حاجه اسمها كريبتومينوريا او هيدن مينوريا. ماشي؟ في سؤال يا جماعه ده جلوبالي كده عشان تبقوا انتم متخيلين ايه اللي بيحصل، فبالتالي اتس باي ايزي بعد كده انكم تعرفوا الابنورماليتي. لما تعرفوا نورمالي ايه اللي بيحصل، نورمالي كل حاجه بيطلع منها ايه، وبعدين الفيوجن ده بيحصل ازاي، ان التو موليريان داكتس دول هيفيوزوا الاول مع بعض من تحت لفوق، وبعدين بعد كده الموليريان داكت دي اللي حصل لها فيوجن هتفيوز مع اليوروجينيتال ساينس عشان تكون لي وان فاجينا. بالظبط كده، بمعنى ان انت لو لقيت تو فاجيني اكيد من غير اي حاجه خالص يبقى هيبقى عندك تو سيرفيسيس وتو يوترا. ما ينفعش تلاقي تو فاجيني وعندك يوترس واحد، ما ينفعش، لان هو البروسيس بيحصل من تحت لفوق. فلو حصل ان هو البروسيس ده بقى ابوليش، يعني بمعنى ان هو ما حصلش الفيوجن ده لاي سبب اسباب، حصل حاجه النيوترو عملت بريفنشن ان هو يحصل فيوجن ده، فخلاص يبقى البروسيس كله من فوق ما كملش. فوانس انك لقيت تو فاجيني هتبقى متاكد انك عندك تو سيرفيسيس وتو يوترا. طب لو لقيت تو سيرفيسيس يبقى اكيد عندي تو يوتراي. طب لقيت ان تو يوتراي لا مش شرط، ممكن يبقى عندك وان سيرفيس اند وان فاجينا. ماشي؟ لان هو بيحصل فروم بيلو ابورد. اوكي؟ هو ده مش بريد، ده بيحصل انيوترو. كل الكلام ده يا دكاتره احنا بنتكلم عليه ايه؟ في الاسبوع السادس السابع الثامن انيوترو. اتس فيري 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 ايرلي، يعني مش هيوصل البري تيرم. لا يعني البري تيرم ده كل ده اتكون نورمال، لكن لو حصل لي اي ابنورماليتي فيري 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 ايرلي هو ده اللي ينتج عنه الابنورماليتيز. اوكي؟ يعني لو حصل لي تيراتوجينيك ايفكت فيري ايرلي دورينج ذا ديفلوبمنت ذا سيكشوال ديفلوبمنت، ذا سيكشوال ديفلوبمنت ده بيحصل امتى؟ في الاسبوع السادس والسابع والثامن، فايتس فيري ايرلي. فلو حصل لي تيراتوجينيك ايفكت في هذا الوقت هو اللي ممكن ينتج عنه الابنورماليتيز. نفس القصه برضو اليوروجينيتال ساينس لازم ان هو يحصل له كانالايزيشن تحت عشان الهايمن ما يبقاش امبيرفورت، لان لو ما حصلش كانالايزيشن او يعني اليوروجينيتال ساينس ده تحت بقى امبيرفورت او ما فيش اي اوبننج فيه، بيعمل لي حاجه اسمها امبيرفورت هايمن اللي احنا خدناها في الكوزس اوف امينوريا او الكوزس بتاعه الكريبتومينوريا. ماشي؟ في سؤال يا دكاتره فيهم؟ هنبص بقى على الاشكال بتاعتهم الصور. الجينتال ريتش ده اللي هو بيبقى موجود في الابدومن وبعدين بعد كده بي مايجريت تو ذا بلفس، والبرايمورديال فوليكلز او الاوفم والسبيرمز بيت مايجريت فيه بعد كده. ده بيحصل عند امتى؟ عند الاسبوع السادس انترا يوتراين. خلاص بيبقى في عند لما طالما ان هو اكس واي الواي كروموزوم ده كويس بيكاري موليريان داكت انهبيتوري فاكتور عشان ينهبت الجروث بتاع الموليريان داكت. عشان كده لو الواي كروموزوم ده مش موجود خلاص هيبقى الديفلوبمنت توورز الفيميل في سكتها، يعني مفيش حاجه بتخلي انه يحصل ديفلوبمنت للموليريان داكت، لكن في حاجه بتعمل انهبيشن اوف ذا موليريان داكت اللي هي بتبقى كارد على الواي كروموزوم. فوجود الواي كروموزوم او الاتش انتجن على الواي كروموزوم كويس بيخلي برده انه معاه بيخلي الجراس يحصل للولفيان داكت وينهبت الجراس بتاع الموليريان داكت. ليه؟ لان بيبقى كارين برده حاجه اسمها موليريان داكت انهبيتنج فاكتور. فلو ما عندناش الواي كروموزوم، يعني لو العيان العيانه اكس او زي مين؟ زي تيونر سيندروم بالظبط كده، هيبقى الديفلوبمنت توورز الموليريان داكت، لان طالما الموليريان داكت كده مش اتروفيك يعني مش هيحصل لها انهيبيشن، ما عنديش الموليريان داكت انهيبيتري فاكتور، فهتبتدي هي اللي تنمو هي اللي تكبر. اوكي؟ فبالتالي لازم يبقى عندي واي كروموزوم عشان يبقى في فينوتايب بتاع ميل. لو ما عنديش الواي كروموزوم خلاص يبقى الديفلوبمنت توورز الفيميل.
ده الفيوجن يا دكاتره ان هو بيحصل لنا الفيوجن من تحت لفوق، حتى عشان كده ممكن تلاقوا السبتيت او سب سبتيت يوترس ده، لان الفيوجن بيبقى من تحت لفوق، او تلاقي حاجه اسمها اركويت يوترس يعني يبقى ديبرست شويه الفاندس ده كويس. كل ده لو في لسه ابنورماليتي او تو كومبليت فيوجن اوف ذا تو اوليريان داكتس. دول لسه الكونتنتس بتاعت اللي هو الريمنتس اوف ذا وولفيان داكتس اللي كنا بنتكلم عليهم لسه دلوقتي على طول، اللي هو البارا اوفرين. وقلنا البارا اوفرين هو كله الايفا اوفرين والبارا اوفرين دول ريليتد للاوفري، سواء كانوا ابابك يعني بتوين ذا اند فالوبيان تيوب دول اللي هم الايفا اوفرين، او بارا اوفرين بارا يعني جنب بتوين الاوفري اند ذا يوترس اللي هو البارا اوفرين، وباقيهم الناحيه الثانيه اللي هو الكوبيت تيوبولز اللي هم الرامنتس بارت. اوكي فكل دول رامنتس، وهتلاقوا سيست اوف مورجاني دي اللي هي ريليتد للفالوبيان تيوب كويس، وبعدين الجارتنرز داكت اخرهم اللي هي الحته اللي تحت. فدي المفروض كل ده التراك يا دكاتره بتاع الولفيان داكت، لكن الولفيان داكت خلاص ما يعني دول بقوا رامنت لان هي ما كبرتش. طب ما كبرتش ايه اللي فاضل لها؟ فاضل لها رامنت من اول هنا، من اول الناحيه بتاعه الفالوبيان تيوب اللي هي السيست اوف مورجاني اللي هي ريليتد للفالوبيان تيوب. وبعدين بعد كده عندي الابو اوفرين اللي هو ما بين الاوفري وما بين التيوب، وبعدين بعد كده عندي البارا اوفرين كويس، واخر حاجه اللي هي الجارتنر اللي هي بتنزل لحد الباجان. ففي حاجات من الولفيان داكت ريليتد للفالوبيان تيوب اللي هي سيست اوف مورجاني، وفي حاجات ريليتد للاوفري اللي هو الاب اوفرين والبارا اوفرين، وبعدين حاجه ريليتد لليوترس والفاجينا اللي هو الجارتنر سيل. اوكي يعني والقابل طبعا احنا ما اتكلمناش عليها او نسيناها في النص. بصوا يا جماعه هي الحاجات دي مش مهمه، فما ينفعش انك انت تقعد تشرح لي في الكلام ده وتنسى في البرود ليجمنت تتكلم على الفالوبيان تيوب نفسها او اليوريتر او اليوتراين ارتري، فاهمين؟ فعشان كده لان الناس بتقعد ايه تحفظ في دول، لان هما دول الاسامي الغريبه اللي بتتنسي اللي مش عارف ايه اللي مش مهمه خلاص. فيعني انت لو يعني لو كتبت لي دول ان فول ديتيلز وما كتبتش الباقيين تفتكر النمره المفروض تبقى ايه؟ يعني لكن لو كتبت الباقيين ودول قلت لي رامنتس او سهول في اندكت ومش فاكر قوي اساميهم، يعني ماشي يعني ممكن لو السؤال من 10 تاني اصل نمره ولا نمرتين، لكن ما ينفعش انك ما تكتبش الامبورتنت ستراكشر اللي هما فعلا موجودين واللي بيأثروا فينا، لان دول ولا ليهم اي فرق. اوكي يعني يمكن بس اللي ممكن بتكبر شويه الجارتنرز داكت دي او الجارتنر سيست لما تعمل لي سيست في الفاجينا، وممكن برده المورجاني سيست ما بتكبرش حتى قوي، بتبقى حاجه صغيره كده ريليتد للفالوبيان تيوب ماشي. ودول ممكن يظهر منهم باروفيريان سيست، بس نورمالي كلهم حتى بنايل يعني ما بيبقوش مالجنت كونديشن او حاجه انها سيريس كونديشن ماشي. الجينتال تيوبركل والجينتال فولد والجينتال سوالينج اللي قلنا كل واحده بيطلع منها ايه، التيوبركل هتكون لي ايه؟ الليترس، وبعدين الفولد والدورا والسوالينج اللي هم ايكويفالنت للتيوبركل للفينس والفولدز سوري الفولد للميل يوريثرا وبعدين السوالينج للفينس. الناس ده بالديفلوبمنت ميك ديفلوبمنت ده بتاخدوه في الامبريولوجي او تاخدوه بقى في الجراحه مش تبعنا يعني. مش تبعنا في هنا بقى الانوماليز بتاع كل ستراكشر وفيري ايزي، يعني كل واحد هتتكلم فيه على ابليزيا هايبوبليزيا او اذا كان في اكسسوري او حاجه سبيسيفيك لي ابنورماليتي. بالنسبه للاوفري طبعا السبيسيفيك ابنورماليتي اللي موجوده في الاوفري هي ايه؟ ستريت جونات اللي هي تيرنر سيندروم خلاص. لو ستريت جونات يعني ايه ستريت جونات؟ يعني فيلير اوف بريميتيف يعني فايبر اتكون فايبرس تيشو بس ما فيهوش فوليكلز، يعني الاوفري متكون لكن من غير فوليكلز، فبالتالي بنسميها ستريت جونات او فايبراتيك جونات ماشي. فهي يا اما تبقى ابليزيا يا اما هايبوبليزيا يعني اندر ديفلوبمنت، ابليزيا يعني نو ديفلوبمنت ات اول، هايبوبليزيا اندر ديفلوبمنت، او يبقى في ستريت جونات اللي هو متكونه بس ابنورمال اوكي زي في التورنر سيندروم، او ان هو يبقى عندي اكسسوري اوفري. فدول الابنورماليتيز اللي ممكن تبقى موجوده بالنسبه للاوفيريان ديفلوبمنت. نفس القصه برده لما نيجي نتكلم بعد كده على التيوبس، برده ابليزيا يعني نو ديفلوبمنت ات اول، او هايبوبليزيا او اكسسوري اوستيا، او تيوبر دايفيرتيكولوم يعني يبقى فيها اوبننج ثانيه غير الفيمريال، غير اللي هي الفيمريال اند او الفيمريال اوبننج. دي تعمل لي ايه؟ بالظبط اكتوبيك بريجنسي، يعني هاير انسنس اوف اكتوبيك بريجنسي اوكي. لو انا عندي اللي هو التيوبر دايفرتيكولوم ده دا.
الانوماليز بقى بتاعت اليوترس طبعا الابليزيا اسمها ايه؟ لو ابليزيا خدناها في الامينوريا يوتراين ابليزيا او موليريان جينيسيس اسمها ايه؟ اسم السندروم يعني ماير روتاتينسكي. أيوة. كان اسمه كوزر. كان في ماير الاول. ايوه كان اربعه. ايوه كان اربعه وكان في روتاتينسكي في الاخر. ايوه بس في النص ماير روتاتينسكي كوستر هاوزر سندروم. ايوه هو الموليريان اجانسيس. موليريان اجانسيس اللي هو او ابليزيا اللي هو ماير روتاتينسكي كوستر هاوزر. ماير روتاتينسكي هو كان هو ده الاسم بتاعه بس كانوا في الاديشن اللي قبل ده بتاع الكتاب كانوا بيسموه الكوروكيتانسكي عشان يعني ما اعرفش كانوا عايزين يسهلوا عليكم ولا ايه بس هو اسمه فعلا ماير روتاتينسكي كوستر هاوزر سندروم عشان كده رجعوا يكتبوه تاني. ايه ماشي كله مقبول يعني بس هو اسمه ماير روتاتينسكي كوستر هاوزر سندروم فهو ده اللي هو الموليريان اجانسيس. اوكي اللي هو بيعمل لنا برايمري اموريا. طب الموليريان اجانسيس ده الجينو تايب بتاعها ايه؟ فيميل يعني جينو تايب ايه؟ اكس اكس. اه بالظبط كده 46 اكس اكس عشان بس بنفرقوا عن الاندروجين سيبسي سندروم اللي هي بتبقى 46 اكس. Okay. طيب دول بقى الاشكال بتاعت الابنورماليتيز اللي ممكن تبقى موجوده في اليوترس ماشي جميع الاشكال من اول النورمال يوترس بتاعنا عادي اللي هو تريانجولر كافيتي احنا بنبص على الكافيتي يا دكاتره بنشوف الكافيتي اذا كانت الكافيتي دي تريانجولر ولا فيها فيلينج ديفكت او ابنورماليتي زي بالظبط في الهيستوجرام الابنورماليتيز دي بتبان كويس قوي قوي لو عملنا هيستوسالبنجوجرافي لان الهيستوسالبنجوجرافي هو بيعمل كده اوتلاين لليوتراين كافيتي اوكي فالاوتلاين بتاع الكراين كافيتي لو هو تريانجولر ده اتس نورمال خلاص نبتدي بقى هنا فيلير اوف فيوجن لو هو فيلير اوف فيوجن الحته الاخرانيه بس كله كان نورمال بس يا دوب قبل ما تنتهي النورمال ديفلوبمنت حصل ابنورماليتي او حصل تراتوجينيك ايفكت هنا فبقى عندي سيبتيت يوترس اهو ممكن لو كملتي بعد كده هيبقى في بايكورنيت اهو ده اللي بايكورنيت لا ده سيبتيت ده سبتم هنفرق الستيت من البايكورنيت بايه؟ لابارسكوب هو اللي هيفرق لكن هو اذا كان من بره انت شايفاه تو هورنز او تو كورنز زي كده ولا اذا كان سبتم خلاص فاللابارسكوب هو اللي هيفرق يعني ممكن الهيستوجرام ما يفرقلكيش قوي ما بين الستيت بالذات لو السبتم ده كان رود وكان نازل تحت قوي كويس مش هيفرقلك خالص لكن اللي هيفرقلك فعلا اللي هو اللابارسكوب هيبين لك البايكورنيت فده عندنا السكيت وده عندنا بايكونيت ده بايكونيت كمان لحد السيرفيس فعندك تو سيرفيسيز فعندك تو يوتراي تو هورنز وتو سيرفيسيز ماشي بقى ده وان هورن بس ليه ايه اللي حاصل هنا ايه المشكله يعني وان اوف ذا موليريان داكتس فيل تو ديفلوب اصلا فبقى عندي موليريان داكت واحده بس طالما عندي موليريان داكت واحده يبقى عندي فالوبيا تيوب واحده ويوترس واحد بسيرفيكس واحد والفاجينا خلاص لان ما عنديش الناحيه الثانيه فبالتالي ما عنديش مشكله بقى فيوجن وسبتم والكلام ده هو الناحيه الثانيه مش متكونه اصلا وان فيلير اوف ديفلوبمنت اوف وان اوف ذا موليريان داكس فعشان كده نتج عنها اليونيكورن تيوترس ممكن تو بريجننسيز بس ممكن يحصل لها بريترم ليبر لان مع البايكورنيت دايما بيبقى عندي اسميكال انكومبتنس حتى من اسباب الاسميكال انكومبتنس اللي انتوا قريتوها في الكتاب انه يبقى عندي بايكورنيت يوترس او ابنورماليتيز في اليوترس لان وجود تو هورنز بيخلي ان تحت عندي الاسمس او الانر تو انر دايمتر بيبقى وايد اوكي فده بيخلي يحصل بريترم ليبر او ابورشن وذ دبل سيرفكس سيم فلازم تعملي لهم دور سيركلاش يعني لو انت عارفه ان العيان دي عندها بايكورنيت انت تعملي بروفيلاكتيك سيركلاش اوكي طيب وده بالنسبه لليونيكورنيوم طبعا بيحصل بريتيرم ليبر لان الكاباسيتي بتاعه اليوترس صغيره قليله فما بتتحملش ان البيبي يكبر لين فول تيرم فبالتالي بيحصل هنا بريتيرم ليبر عشان وجود اليونيكورنيوم يوترس. عايز اسالك حاجه؟ لا مش ممكن نحصل ابورشن اصلا. طب ممكن يحصل ابورشن اساسا ولو كمل ممكن يكمل بريتيرم لكن مش هيكمل فول تيرم لان الكاباسيتي بتاعه اليوترس صغيره. بعد كده هنا لو واحده من الموليريان داكت حصل لها انومالي والتاني كانت ديفلوبت عادي فكده يبقى عندي هورن ومش كوميونيكيتنج خلاص مش كوميونيكيتنج هورن ايه المشكله في النون كوميونيكيتنج ريدمنتري هورن ده؟ لا ما يحولش مالجننت يعمل لي ايه المشكله في ده؟ لا البليدنج هيبقى فيه بالظبط كده هي هنا في اندوميتريا بتعمل هيماتومترا فبيحصل منسز والمنسز فين؟ في حته كلوزد فخلاص بتعمل لك هيماتومترا وبعد
وبعدين ممكن تعملك اندوميتروزس خلاص، هيماتومترا هيماتوسارفنس اندوميتروزس. فدي مشكله الهورن اللي هو الروديمنتري نون كوميونيكيتنج هورن. فالنون كوميونيكيتنج هورن ده هو ده اللي بيقلقنا. لو في كوميونيكيتنج هورن مش مشكله، يعني لو عندي هورن ده كوميونيكيتنج مش مشكله، ما هو المنسس هتبقى اكسبرس مفيش مشكله. لكن النون كوميونيكيتنج هورن هو ده المشكله، لان المنسس هتتكون فيه وتفضل تتجمع تعملي هيماتومترا هيماتومترا وبعدين هيماتوسارفنس واندوميتروزس. حلها ايه؟ اكسجين. يعني استراكتومي الحته دي بنشوف بنشيل الهول، او يعني هي ريموفال اوف ذا رودمنتري هول خلاص، عشان احنا مش محتاجينه في اي حاجه، ده هو بس بيديني دروب. فاحنا هنشيل الرودمنتري هول وليس الاوبري جاينت ريدج، ده هنسيب الاوبري طبعا. ليه؟ اشيل لها الاوبري بتاعها، انا بس هشيل لها اليوترس. فطالما ان انا شلت الرودمنتري هول ده خلاص ما بقاش فيه منسس، فبالتالي ولا الفالوبيان تيوب هتتملي بدم ولا اي حاجه، لان هو ما فيش منسس اصلا من الحته دي، يعني مفيش منسس من الحته دي. وبعدين بعد كده اللي هو السبتم يوترس دايفيس، يعني كله فيلير او كان لازق، يعني الاثنين بقى بالفاجينا كمان خلاص، الفاجينا كمان تو فاجيني تو سيرفيسيز تو يوترا. اوكي فده اخر واحد كويس. ده هنا ده سيرفايكال، ده حاجه ثانيه بقى سيرفايكال اتريزيا، يعني بعد ما خلصنا اليوترس ممكن السيرفيكس كمان يبقى فيها ابنورماليتي اللي هو سيرفايكال ابليزيا او سيرفايكال اتريزيا، وده يعمل لي ايه؟ خدناه برضو في الامينوريه كريبتومينوريه برضو هيماتوميترا وهيماتوسالفكس كويس. وده هنا التريتمنت بتاعه اتس فيري ديفيكولت طبعا، بنحاول نعمل كاناليزيشن لو نفع، لو ما نفعش ولو الكاناليزيشن ده ساعات بنرجع اتس فيري رير كونديشن يعني، بس ساعات بنرجع ان احنا نعمل هيستيركتومي، لان هو بس مش عامل لها غير الدروباكس، لان في ما فيش اي كونتاكت ما بين ده وده، فبتحاولي تعملي كاناليزيشن الاول. بس if you cannot do the canalization ليه؟ لان بيبقى ده مش ان هو كانال بس، مش لا هو ابلاستيك او اتراتيك، يعني ما تكونش، مش فيلير اوف كانالايزيشن. لو هو فيلير اوف كانالايزيشن هيرسبوند لانك تعملي كانالايزيشن، بس لو هو ما تكونش اصلا يعني ابليزيا او اتريزيا في السيرفكس، فبالتالي مش هينفع انك تعملي باسج. اوكي وبعدين ما فيش هنا انك انت تجيب زي الماكند وتيش جرافت وما بين اليوترس وما بين الفاجينا، ما فيش حاجه اسمها كده. فبالتالي يا اما يوتراين ترانسبلانتيشن بكل الحاجات بقى بتاعه اليوترس عشان يبقى السيرفكس خلاص، يا اما انك انت هتشيله بس هتسيب طبعا الاوفريز والفاجينا، فهي شي ويل بي سيكشوال اكتيف والهرمونز بتاعتها كويسه، لكن مش هيحصل بريجننسي لو انت عملت لها الاستراكت. هارد كوميونيكيتس ذا ايكوبيك ترانس، ممكن يحصل طبعا، يعني ممكن هنا كمان ممكن يحصل اكتوبيك، لان في الاوفري كويس هو اسمه كوميونيكيتنج. لو هي كوميونيكيتنج هول، يعني لو هو في كوميونيكيتنج عشان السبرم بس يوصل ماشي، لكن هو فلو هو كوميونيكيتنج هول ممكن هو ده من ضمن التايبس اوف اكتوبيك. مش قلنا بريجننسي ان ايرودمنتري هول ده وان اوف ذا اكتوبيك بريجننسيز، ولا هو بريجننسي ان ايرودمنتري هول ماشي؟ يعني اخد جنب كده ده المنظر بتاع الهيماتوكورتس يا دكاتره. لو عندي دي كونديشن دي ايه؟ ده ايه؟ ها؟ واضحه؟ ايوه بالظبط، ترانسفيرس فاجينا سيبتوم، لان اليورو جاينت الحته الاخرانيه من الفاجينا اهي وما فيهاش حاجه، لكن الحته الفوقانيه هي اللي مليانه دم، هي يعني هيماتوكورتس عشان فيلير اوف فيوجن اوف ذا ترانسفيرس سيبتوم، فدي ترانسفيرس فاجينا سيبتوم. اوكي؟ فده المنظر بتاع الترانسفيرس فاجينا سيبتوم ماشي. ده المنظر لو انا عندي تو فاجيني من تحت، يعني انت بتقدر وانت بتعمل في لاقي تو اوبننج مع بعض، فبالتالي لو جيت تدخل حتى سباكولا في كل ناحيه هتلاقي فيه سيرفكس خلاص، تلاقي الناحيه دي والناحيه دي، يعني كانهم لان التو موليريا دكت حصل لهم فيلير اوف فيوجن توتالي، فالموليريا دكت دي لوحدها ودي لوحدها، وعند الاوبننج من بره هو اللي انت هتكتشف ان عندك تو اوبننج بتو سيرفيسيز بتو يوتراي بتو كل حاجه. اوكي لكن الكونديشن دي المنظر ده باين قوي قوي واضح ان هو ترانسفيرس فاجينا سيبتوم، لان انت عندك الابر بارت اوف ذا فاجينا اهو واللور بارت ما فيهوش حاجه والهاي من بره، يبقى ده ترانسفيرس فاجينا سيبتوم. فيلير اوف كاناليزيشن بتوين التو موليريان داكس فوق وبتوين اليورو جينيتال ساينس ده. اوكي في سؤال يا جماعه في الديفلوبمنت؟ يبقى كده احنا خلصنا الجايني، فاضل لنا بس هو الشيت اللي هو الحته اللي موجوده قدام دي. فطبعا دي بتبقى يعني انتوا بتاخدوا شيت كل يوم فما فيكوش اي مشكله خالص، فان شاء الله يوم